طيب المرة الماضية يا شباب انه حكينا ايش هي العمليات انا عندي شفناها كلها تمام وفهمنا ايش هي تمام واخذنا كذلك حاجة اسمها الاولويات البريسيدنس انا عندي في العمليات حكينا انه انا عندي الاقواس اعلى اولوية بعد هيك انا عندي الاس بعديها الضرب والقسمة والريمايندر نفس المستوى في حال انت لقيتهم بدك تعملهم من الشمال لليمين تمام بعد هيك انت عندك الجمع والطرح نفس المستوى بس ادنى من المستوى الضرب والقسمة والريمايندر لو لقيت جمع وطرح في نفس العملية فبتعمل من الشمال لليمين عشان هيك انت عندك هاي الترتيب 1 2 3 4 بالإضافة إنه من الشمال لليمين وأخذنا عدة أمثلة على هذا الكلام تمام؟ طيب وأخذنا كذلك إنه إحنا رجعنا شغلة مهمة إنه إحنا حكينا إنه إنتجر زائد إنتجر بيعطي لك إنتجر أما في حالة الضرب برضو بيعطي لك انتجر اما في حالة القسمة بيعطي لك فلوت تمام وحكينا انه بتلاحظ انه في اغلب العمليات اللي بيدخل فيها اللي فيها قسمة انه الناتج دائما فلوت بغض النظر عن التاي وشفنا في مثال كذلك انه على سبيل المثال انه انتجر زائد فلوت الناتج دائما فلوت طيب في الضرب برضه فلوت فتلاحظ انه في العمليات انه اي حاجة فيها فلوت بغض النظر عن العملية بطلع فلوت تمام؟ طيب هذا الكلام للانتجر والسترينج لكن لو حكينا string زائد string ايش بيطلع string بس ايش الناتج اللي بيطلع لزقات في بعض فهذه العمليه اسمها concat اختصارا لconcatenation concatenation انه لصق بياخذ السترينج هذا وبيلزق لك اياه مع السترينج هذا عشان هيك انت بتلاحظ انه هنا بنحط سبيس وين الكلمة الأولى هلو هاي ضفنا سبيس قبل الكوتيشن اللي سكرناها عشان لما تعمل الكونكات إنه تطلع بهذا الشكل تمام؟ طيب ما دام في جمع في قسمة في 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 طرح طب الجمع عرفنا إنه بده يلزقهم في بعض طب الطرح ايش بده يعمل؟ بنزلهم تحت الإجابة خاطئة بيعطيني حاجة اسمها تايب ايرور string ناقص string مش مدعومة هاي معنات هذا الكلام unsupported operand type انه ناقص string and string معنى ذلك انه string ناقص string مش مدعومة هذا يعني بيدخلنا لمدخل انه احنا نلخص كل الايرورز اللي طلعت معانا لغاية الآن لغاية الآن انتوا كم ايرور اخذتهم؟ ثلاثة بس؟ أربع أنواع لغاية الآن. يبقى الايرورز في البايثون أنا عندي أول ايرور syntax ايرور. الايرور الثاني syntax ايرور معنى ذلك إنه لما يصير في عندي خطأ في كتابة في الستركشر تبع اللغة انه نسيت جوز او نسيت النقطتين حورجيكم اياها عملي النيم ايرور معنى ذلك انه انت تتعامل مع متغير مش معرف undefined variable الفاليو ايرور عدنا حنشوفه عشان هيك بدي اخلي لك اياه رقم 3 رقم 4 عفوا وهنا 3 يبقى التايب ايرور
انت بتتعامل معها متى؟ لما يكون في عندك تو تايبس فيش عمليه بتدعمهم. يعني على سبيل المثال انه هنا str ناقص str. ايش معنى هذا الكلام؟ انه النوع هذا بدعمش عمليه الطرح، عشان هيك بنحكي تايب ايرور. كمان مره، انه هذا التايب بدعمش عمليه الطرح، عشان هيك بنحكي تايب ايرور. تايب ايرور نعم. string احنا عملنا شفنا انه هل البايثون بيدعم عمليه الجمع للسترينج؟ شفنا انه بيدعم، لكن ايش تفسيرها؟ انه بيلزق النص مع بعض. طب الطرح بدي اورجي لك انه بدعمش. تمام. تمام. فبدي اورجي لك انه بدعمش، وانه ايش نوع الايرور اللي بيطلع؟ تايب ايرور. شو معنات هذا؟ انه التايب هذا السترينج ما مش معرف، ما بدعم عمليه الطرح. السترينج بدعمش عمليه الطرح، بدعم عمليه الجمع، لكن طرح لا. شفنا انه الانتجر بدعم جمع وطرح وضرب وقسمه وكل العمليات هذه، لكن السترينج لغايه الان سبق معنا الجمع، طرح لا. ايش يا استاذ؟ طيب في ضرب، لا بالكورس هذا لا. الضرب هنا شو راح يعمل؟ شفنا انه الجمع ضابط، طرح مش ضابط. الضرب بده يكررها ثلاث مرات، بتروح بكررها ثلاث مرات. لاحظ معايا هنا انه انا حاطط سبيس، لو مش حاطط سبيس هيو بعمل لك حلو ثلاث مرات. تمام. طيب قسمه في قسمه لا. يبقى هنا عندك في السترينج العمليات المدعومه الجمع والضرب. الجمع معناها كونكاتينيشن، هذا كلام هيسجل عندك في الملاحظات، انه انت عندك انه السترينج العمليات المدعومه انه الجمع، وهذه معناها كونكات، والضرب معناها ريبيت، انه بكرر لك النص، بعمل لك تكرار للنص. تمام. بس خلي بالك انه الجمع هنا انه بيكون عاده انه سترينج زائد سترينج من نفس النوع كونكات، وهنا الضرب بيكون عندك سترينج مع انتجر. هنا الناتج ايش؟ وهنا الناتج ايش؟ سترينج مكرر. تمام. مش سامع. كونكات معناها لصق، هذه كونكاتينيشن، واختصارا بنحكي لها كونكات، ومعناها انه لصق، يعني تلزيق. ايش بدي اقول لك؟ مش عارف ايش ده. تمام. بلزق لك اياهم جنب بعض. نعم. في فرق بين اللصق والتلزيق. تمام. تلزيق معناها بحطهم جنب بعض. لها علاقة بإيش؟ نعم. واضح؟ كيف؟ طيب هنا لو قلت له زائد ثلاثة
ايش نوع الايرور؟ ايش نوع الايرور؟ بيطلع ايرور بس ايش نوعه؟ تايب ايرور. تمام؟ تايب ايرور. ايش معناته انه التايب الانتجر والسترينج مش مدعوم عملية الجماع بناء هذا التايب، عشان هيك تايب ايرور. خلي بالك حد نظام اسئله في الامتحانات، هل قد حلخص لك اياه؟ حطي لك تمرين، حطي لك مجموعه من العمليات، تمام، وبتقول انه انت ايش بيطلع الايرور معك. نعم، اللي هو ايش تايب. مش قادر اتذكر لك بالضبط ايش شو اسمه. بدك تشوف انت في الكومبايلر، حاول انت افتح النت بينز او الكليبس، حاول انه انت تعمل العمليه هذه، شوف ايش الكومبايلر بحكي لك انه ايش نوع الايرور. مش متذكر انه هل هو بدي التفصيل هذا ولا لا، مش قادر اتذكر. تمام، طيب الان بدنا ناخذ حاجه اسمها تايب كونفرجن. تايب كونفرجن معناها التحويل بين الانواع. تحويل بين الانواع، ايش معنى التحويل بين الانواع؟ انه انت تحول من انتجر لفلوت، من فلوت لانتجر. خلينا نبدا بالاول بالارقام. فانت كيف بدك تحول لانتجر؟ ببساطه في عندك داله اسمها انت، ايش بتعطيها؟ فلوت 3.5. فهذا ايش بصير؟ انت عندك الناتج، انت بتحول فلوت لانتجر، معناته ايش بده يطير؟ الكسر العشر، حتى لو كان 3.9 خلاص بيطير كله. والعكس صحيح، بدنا نحول لفلوت، ايش اسم الدالة؟ فلوت بين قوسين، ايش بدي اديها؟ 3. ايش بترجع لك؟ 3.0. لا بدك تحفظها زي هيك، تمام؟ FLOAT سهلة. طيب يبقى التحويل بين الأرقام، عرفنا إيش اللي بيصير بالضبط، تمام؟ طب string وأرقام. بدي أحول بين النص والأرقام. يبقى هنا لو قلت له يعني integer A B C، ماشي ايرور، بس ايش نوعه؟ هاي تغشيشة. انت في عندك فاليو ايرور، ليش؟ لانه انت يعني المشكلة في الفاليو هذه. التحويل مقبول، ولكن المشكلة في الفاليو. انت بتقول لي بدك تحول A B C، بدك تحولها لرقم، كيف بدي احول لك اياه؟ قول لي بالله عليك كيف بدي احول لك اياه؟ فبقول لك فاليو ايرور، تمام؟ انا طالب تحويل لارقام مش تحويل لاسكي كود، تمام؟ طيب بينما لو انا قلت له، بس لاحظ هنا الايرور ايش حكى لي؟ انه الفاليو هذه لازم تكون بيس 10، وانت بتاخذ مقدمه، وعارف شو يعني بيس 10 صح؟ شو يعني بيس 10؟ نظام عشري. ايش يعني نظام عشري؟ من 0 ل 9، عباره عن سلسله ارقام والتوليفه بيناتها. معنى ذلك انه انت هنا لو قلت له 98
حول لك اياها. لاحظ انه هنا انا حاطها كوتيشن وهنا صارت رقم. ركز معي. هجيت انا ممكن اقول لك اكس بتساوي 10 وواي بتساوي 10. ايش الفرق بين الاولى والثانيه؟ نص ورقم. فبالتالي عشان تتاكد هاي التايب اكس سترينج، اما الواي هجيت المطلوب تحويل هذا النص، هذا النص لرقم. اذا كان نظامه عشري بمشي الحال، لكن اذا كان احرف لا، فاليو ايرور. تمام. فبالتالي لما اقول هنا انت للاكس بيمشي الحال ولا لا؟ بيمشي الحال. هيو حوله انه من 10 فيها كوتيشن ل 10 رقم. كيف؟ هيك؟ هيك انت بتطلب منه تحويل الاكس كنص. زي الاي بي سي. بس اللي بيفرق انه انت يعني شلت الاي بي سي وحطيت بدلها اكس بس. تمام. فهنا الاكس لوحدها كوتيشن، برضو نفس الفكره انه فاليو ايرور. طب لو قلت له انه بدي احول لاحظ انا ايش بدي احول؟ بيمشي الحال؟ بيقول لك لازم يكون نظام عشري، معنى ذلك انه هاي مشكلة عندي. فحيطلع لي نفس المشكلة. فاليو ايرور. بيقول لي بقول لك لازم يكون بيس 10، لازم يكون نظام عشري. بدون فاصلة بيقبل. بدي لك اياها رقم. لكن بفاصلة للانتجر لا. بينما فلوت بيمشي الحال. لكن فلوت اكثر من نقطة واحدة لا. فاليو ايرور، كله نفس الايرور. كله نفس الايرور. تمام؟ يبقى هنا التحويل من ارقام، او عفوا من نصوص لارقام، اول شرط في الانتجر ايش لازم يكون؟ نظام عشري. نظام عشري. اما في الفلوت لازم يكون شغلتين، نظام عشري وفي فاصلة واحدة. فاصلة واحدة، فاصلتين او اي رمز ثاني لا بنفعش. بنفعش انت تيجي تقول لي هاي الفاصلة. برضه نفس الايرور. حتى لو كان انت بدك تحول لفلوت. من فلوت لانتجر، ما احنا عملناها قبل شوي، يعني هاي انتجر مثلا 12 ونص بتطير الثلاثة. بنفعش، لازم يكون نظام عشري بس. بغض النظر عن ايش هي الاحرف هذه، سواء كانت احرف لاتينية احرف عربية، بغض النظر. تمام. يبقى التحويل من ارقام من نصوص لارقام لا، في له شروط. ايش هي الشروط؟ اول حاجه لازم يكون نص، لازم يكون عفوا نظام عشري، ولازم يكون فاصله واحده فقط في التحويل لفلوت. يبقى نرجع للملخص هنا. السينتاكس ايرور، اذا كان في عندك مشكله في الكود، كود نفسه. نيم ايرور، متغير مش معرف. تايب ايرور، انه بتعمل عمليه في تايب بدعمهاش. الفاليو ايرور، انه انت بتحاول تعمل تحويل من تايب لتايب ولكن في مشكله في القيمه، عشان هيك بحكي لك فاليو ايرور. خليني اعمل لك اياهم هنا بشكل عمل. يبقى اول حاجه السينتاكس ايرور، بقول له هنا برنت هلو
ما سكرتش الجوز تبع الكوتيشن، عملت زيه، هذا سينتاكس ايرور. او عملت اف اكس اكبر من 10، ما حطيتش نقطتين، لا الاكس معرفة هاي، تمام. خلي نعرف لك اياها كمان مره كرقم. هنا بحكي اف الاكس اكبر من 2، ما حطيتش النقطتين، هذا برضو سينتاكس ايرور، تمام. نيجي للنيم ايرور، انت بتقول له هنا برنت كار سبيد، او انجن تايب، او هذا المتغير انجن، وقول لي نيم ايرور، هذا المتغير مش معرف، تمام. او انه انت مش يعني مش بالضرورة يكون في جملة برنت، ممكن تقول انه 3 زائد انجن، برضو نيم ايرور، لانه هنا بده يعوض عن القيمة اللي هنا وهذا مش معرف، فهي النيم ايرور. نيجي للتايب ايرور، تايب ايرور ايش هو؟ هلو ناقص اتش. اوعك في الامتحان استدرجك واقول لك الهلو ناقص الاتش تروح تحط لي الكلمه وتطير منها الاتش، خلي بالك. خلي بالك تقع في هذا الفخ، هذا تايب ايرور. حكينا انه السترينج هذا التايب، هذا النوع بتعمش الطرح، تمام، ولا قسمه طبعا، زي السلام عليكم. ولو قلت ايرور بس تاخدش نص العلامه، لان انا بقول لك هنا في ايرور، ايش هو؟ بديك تكون فاهم عارف ايش المشكله. طيب اخر اشي اللي هو الفاليو ايرور، انه انت تقول له انتجر تدي له اي بي سي، هذا فاليو ايرور، او تقول له هنا فلوت وتحكي له هنا 12.2.3 اكثر من فاصله، فاليو ايرور. كيف ايش يعني؟ في غلط في القيمة، يعني التحويل ماشي، بنحول لك من نص لرقم، ولكن في شروط انه يكون رقم 10.10 بصير سينتاكس. السينتاكس انه انت فتحت كود بس ما سكرتوش، هيك صار سينتاكس. كيف؟ كيف يعني؟ 4.33 بيمشي الحال. باينري بزبط، بس مش مطلوب معانا الآن في هذا الدرس، تمام؟ أو تنسى مثلا إنه نقطتين في الأف، شغلة زي هيك، هذا سينتاكس، تمام؟ واضح؟ طيب ناخذ التمرين. خلي بالك هاي x بتساوي 10، y بتساوي 20، z بتساوي 10، w بتساوي 20، a بتساوي 12.5، b بتساوي 10.5. بدي لك في الامتحان مسألة زي هيك، بدي لك متغيرات وبقول لك بطلب منك ايش ناتج كل عملية.
لقيت لو قلت لك x زائد y قديش؟ 30. تمام. لو قلت لك z زائد w عشرة عشرين. لو انت كنت فاهم صح بتقول لي عشرة عشرين. تمام؟ طيب لو قلت لك x ضرب y هاي طلعت 200. x ضرب y 10 في 20 200. طب لو قلت لك x ضرب z عشر مرات، واحد صفر واحد صفر واحد صفر لغاية عشر مرات ضرب. نعم، لأنه كنت حاطط جمع. تمام، مطلوب منك في الامتحان لو قلت لك x زائد y تقول لي التايم ايرور. تمام، انت عندك الاكس عبارة عن ايش؟ هاي انتجر، والزد بنفع الجمع بين انتجر وسترينج؟ لا، يبقى تايب ايرور. يبقى هنا انتجر وسترينج مش مدعوم بيناتهم عملية الجمع. هدول التايبس مش مدعوم بيناتهم عملية الجمع. هيك يعني غير مكانه. تمام؟ ممكن نعمل عملية جمع ونحول الزد. ممكن. يعني هنا أنا عندي الزد عبارة عن إيش؟ الزد وينها؟ عشرة. فهنا ممكن برضو أستدرجك في الامتحان وأقول لك يعني هاي، خليني أكتب لك إياها، هاي إيرور، أما هاي إيش الناتج؟ الإكس قديش؟ عشرة. والزد؟ عشرة. حولناها ل انتجر صارت 20. تمام؟ كيف؟ يبقى هنا انت في الاول بتعمل عملية التحويل، صارت رقم وبتجمع مع رقم بتطلع الناتج. يعني 10 زائد 10 20 زي هيك انت بتقول بزبط صح؟ طلع لك 10 20 والطرح. طبعا ليش؟ لانه حكينا انه السترينج ايش العمليات المدعومه لإله؟ جمع والضرب. هذه تايب ايرور. في حدا رفع ايده هنا؟ في حدا ثاني رفع ايده؟ طيب بي هاي شوف قيمتها قديش. بي ضرب ثلاثة واحد صفر نقطة خمسة واحد صفر نقطة خمسة واحد صفر نقطة خمسة. تمام، ثلاث مرات. تمام، ايه مالها؟ ايه ضرب ثلاثة ليه؟ شوف قيمتها قديش؟ 12.5.
A ضرب 3 12 في 3 36 وجيت عليهم 1.5 تمام؟ تمام؟ طيب هذا كلام حكيناه انه الديفيجن على يعني انه دائما ديفيجن دائما بيطلع فلوت، هيو فلوت 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 تمام؟ هذه عملية التحويل حكيناها وشفنا ايش انواع الايرورز اللي بتطلع معايا لغاية الان. خلي بالك عندك 4 انواع ايرورز، بدك تكون عارف ايش هم هدول الايرورز. طيب نيجي لليوزر انبوت، نيجي لليوزر انبوت. اليوزر انبوت هنا بدي اروح على البي شار عشان توضح معانا الفكرة اكثر. في عندي دالة في البايثون اسمها input تمام؟ ايش بتسوي؟ هذه بتاخذ مدخل انا عندي من الكيبورد تمام؟ بالضبط. فبالتالي هذا بترجع قيمة، القيمة هذه دائما بدي اخزنها في متغير. على سبيل المثال انا بدي ادخل اسم، فهنا اسم المتغير المناسب name، فهنا بحكي انه name بتساوي input، وهنا please enter your name، وهنا بدي اعمل print hello زائد name. شوف لي التايب تبعها كمان، ما دام انا بدي ادخل اسم شخص يبقى اسم المتغير المناسب name. خلي بالك هذه الداله بتدخل من الكيبورد، هذه الرسالة اللي بتطلع للمستخدم، لأنه لازم يكون عارف إيش المطلوب منه، لأنه هلقيت حورتي لك هشغلها بدون ما تكون موجودة، فعلياً أنت مش عارف إيش اللي بدك تسوي، مش عارف إيش مطلوب منك. ديل؟ لا مش سويفت، لا يعني في البرامي في 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 لما ناخذ الدوال فممكن نحط للمتغيرات انه قيمه افتراضيه، فبالتالي بيصير اوبشنال انه انت تمرره او لا، شيء قريب للي انت بتحكي. طيب لما نيجي نشغل الان فهنا بطلع لي انه ادخل اسمك تمام. لاحظ المؤشر وين؟ هيو هنا في فراغ بعد النقطتين، وهيو المؤشر قاعد بالماء. بالماء معناه انه قاعد بيستناك انه انت تدخل من الكيبورد تمام. هاي نفس الرساله هذه اللي انا حطيتها هنا، وهي السبيس تمام. هاي انا اسمي احمد، فهنا هلو احمد كونكاتينيشن، هنا هذه عباره عن كونكاتينيشن. لاحظ هنا السبيس اللي انا حاطه زياده عامل حساب يعني عشان ما تطلعش الهلو لازقه في احمد تمام. الان انا بدي اشيل هاي الرساله واحط انبوت، بس هذه داله زي هيك. لاحظ ايش بيطلع معك، هيو بيطلع المؤشر زي هيك. انا مش عارف اصلا مطلوب مني ادخال ولا لا، ف يعني انا هنا لو حتى لو دخلت احمد هيو بيطلع لي هلو احمد، بس عشان انا كتبت البرنامج عارف ايش المطلوب، بس المستخدم مستحيل انه هو يعرف. فدائما انه انت الادخال تحط له اياه في رساله انه زي هيك تمام. طيب ايش نوع النيم هذا؟ سترينج. نعم الانبوت دائما سترينج. طيب لغايه الان الامور تمام. هكذا حنشوف. أنا بدي أدخل رقمين.
هنا ندخل الرقم الاول وهنا الرقم الثاني. بدي اعمل برينت هاي 10 وهي 20. ايش الناتج؟ 10 20. ليش؟ لانه string وconcatenation فبيطلع 10 20. انا ما بديش هذا الكلام، انا بدي اتعامل معهم كارقام مش كنصوص. فبالتالي اللي احنا التحويل اللي احنا اخذناه هي ولزمنا هنا. فوين بحطه؟ انه هنا انت، شايف كيف الانت يعني الاقواس تبعتها هي بدايه القوس تبعه وهي نهايته هنا. فبالتالي يعني هنا الانبوت الناتج تبعه وين دخلته؟ دخلته للانت، وهنا نفس الاشي. تمام؟ هنا لو دخلت 10 20 ساعتها بطلع الناتج عندك 30. تمام؟ واضح؟ طيب هلقيت الارقام هذه، انت متأكد انه هي انتجر، خلاص بتحط التحويل انت عندك هنا انتجر. لكن لو شاكك مثلا انه انت الرقم هذا المستخدم ممكن يدخله فلوت، فبالتالي هنا الاسلم انه انت تحط فلوت. فبصير هنا 10 صفر و20 صفر والناتج حيصير 30 صفر. يعني حتى لو دخلت انت 10 بس، هاي فلوت وهي فلوت. عشرة عشرين الناتج 30.0. تمام؟ فأنت مثلا اعرف أنت إيش بتدخل بالضبط. يعني على سبيل المثال لو أنا بدخل علامات، فيش عندنا كسور في العلامات، فيش عندنا كسور في العلامات، ما حدش بيجيب 60.5. تمام؟ خلاص بتصير 61. تمام؟ نجبرها. فبالتالي انت عارف انه العلامات انت بتدخلها كانتجرز، ما فيش داعي انه انت تحط فلوت. لكن على سبيل المثال انت بتدخل معدل تراكمي، او بتدخل مثلا شغلة فيها رقم عشري مثلا سعر عملة، فبالتالي هنا بتدخل انه سعر الدولار مقابل اليورو 1.2، فبالتالي لازم تحط النوع فلوت. تمام؟ كيف؟ بالضبط. هلقيت بدنا ناخذ برنامج نطبق فيه هذا الكلام. انت عندك نص السؤال ايش هو، بدي اكتب لك اياه بالعربي هنا. اكتب برنامج لادخال كمية النقود بالدولار لتحويلها ليورو، علما بأن سعر الصرف قديش؟ قديش الدولار مع اليورو حاليا؟ 1.16. هاي 1.16. فبالتالي انت مطلوب منك ادخال، تتعامل مع المدخلات، مدخل واحد هو كمية الدولار كأرقام. تمام؟ وبدك انه انت تحوله ليورو وتطبع النتيجة على الشاشة. فبدك تعمل عملية حسابية اللي هي عملية تحويل من عملة لعملة تانية. تمام؟ خلي بالك انت لما تكتب المتغيرات تبعتك بدك تحدد، يعني بدك تختار اسماء مناسبة للمتغيرات تبعتك. تمام؟ تفضل.
صحيح. طيب فهلقيت احنا بدنا ندخل دولار، فممكن نسمي متغير يو اس دي تمام او دولارز، وهنا نحط في فلوت. تنساش الاقواس، الفلوت عباره عن داله فيها قوسين، هنا انبوت وهنا ممكن نحط له رساله انه بليز انتر اماونت ان يو اس دي، دخل الكميه باليو اس دي بالدولار تمام. فصارت انه جاهزه. بعد هيك انه بعمل برنت هذا عبارة عن نص رسالة راح يطلع للمستخدم انه اليورو عبارة عن ايش؟ عبارة عن عملية هنا انا بدي احطها، او ممكن احطها هنا يورو هو عبارة عن اليو اس دي تقسيم 1.16، لانه الدولار اقل من اليورو تقسيم، فبالتالي هنا بطبع فهنا على سبيل المثال ال 100 دولار قديش بتطلع معايا؟ 100 الا حتطلع اقل، 86 يورو تمام. طيب انت ممكن تعمل العكس، ممكن نعمل في البرنامج تبعنا العكس، انه احنا بدنا ندخل يورو بتصير ضرب تمام. فهذا الكلام هاي بدنا نعمله في مثال ثاني عشان برضه نفس السؤال، بس الاختلاف انه المدخلات انا عندي يورو مش دولار، فبالتالي هنا اليورو بتساوي انبوت او فلوت للانبوت، وهنا بليز نفس الاشي بس العكس تمام. وهنا ممكن اعمل العملية مباشرة بدون ما احفظها في متغير، وهنا بعمل طباعة انه اليو اس دي هو عبارة عن اليورو ضرب 1.16. هذه لازم احطها بين اقواس زي هيك، هنا في كوما بدون اقواس، انه بس انه كنت ناسي الكوما. تمام. فهنا مطلوب ادخل قديش مقدار باليورو، لاحظ انه انا نسيت النقطتين ونسيت السبيس، فعشان هيك هي المدخل لازق انا عندي هنا، فبعمل ستوب، فهنا برجع بحط نقطتين وبحط السبيس. فهنا حكينا ال 100 دولار قديش بتطلع، او عفوا ال 100 يورو قديش؟ 116 دولار تقريبا تمام. واضح يا شباب؟ هذا من يورو لدولار، اما اللي قبل انه كان العكس. صحيح. لاحظ يعني اخر حاجه انا عندي في هذا الباب بدنا نحكي عن الكومنت، نعم تعليقات. هنا على سبيل المثال انه التعليقات تستخدم عاده في الاكواد او في البرمجه انه عشان انت تحط ملاحظات انت على الكود تبعك، فمثلا انه هذا السطر انه هنا برنت
انه ايش بيسوي؟ print result بالضبط، او بلاش print عشان انه مش calculate بالضبط. فبالتالي انت بتعرف انه هذا السطر عبارة عن حساب للنتيجة، يا حساب لنتيجة انه الدولار قديش تحويله من اليورو. فهاي هاي الجملة التعليق انه ايش بتبداها؟ بتبداها بإشارة السلم بالضبط، مش حتتنفس. فممكن تحطها وين؟ فوق التعليمة البرمجية تبعتك او قبال، يعني ممكن تحطها هنا وتطلع وين كمان؟ هنا حسب زي ما بدك. ممكن تحطها قبالها اذا كانت الجملة قصيرة، او ممكن تحطها فوقها. ايش بتكتب في هاي الجملة او التعليق؟ بتكتب شرح او بتحدد انه انت ايش بتسوي في هذا الكود بالضبط، تمام؟ او انه على سبيل المثال عندي هاي الجملة بديش اياها تتنفذ، بعلق زي هيك، بحط قبالها السلم. طبعا هذا الاسلوب متبع بشكل كبير عند المبرمجين، انه انت عندك الكود تمسحوش. ليش؟ لانه حيلزمك بعد شوي، انت قاعد بتكتب كود وقاعد بتجرب، فتمسحش كود. فبدك انه شغله ما تتنفذش بتروح بتعلقها الان لغايه لما تزبط الامور معك، ساعتها في الاخر بتقرر انه انت تخليها او لا. فهي الجمله مش حتتنفذ، جمله رقم 3 مش حتتنفذ. فهيني حدخل قيمة مثلا هاي 100، خلاص ما تنفذش، تمام؟ فبالتالي هذا الاشي انت ممكن تعمله انت عندك لبلوك اوف كود، فممكن هذا تعلمه كله زي هيك، وعندك بالكيبورد تعمل كنترول مع سلاش كله بيعلقه. بدك تفك التعليق تبعه كمان مرة، كنترول مع سلاش. كيف؟ أنا فيش عندي عربي في الكيبورد تبعي أصلا، تمام؟ زر السلاش، تمام؟ اللي عادة بيكون جنب الشيفت، تمام؟ هيك بنكون تقريبا خلصنا الباب الثاني. بس قبل ما نحكي الملخص بدي اياك تطلع على فوائد الكومنت هنا. هذا الكود فاكره؟ هنا ايش صار؟ انه احنا في الاول حددنا انه هذه الجمله سيكوينشال ولا كونديشنال ولا ريبيتد، اس ولا ار ولا سي، صح؟ هذول الثلاث انواع اللي في الخلف هناك، اللي في الخلف، اللي في الخلف. عادي بدي اخذ اسمك بس غير مكانك هالقد، تمام؟ فقلت انت هنا عرفت انه هذه عباره عن لوب، وهدول عباره عن جمل تسلسليه، وهذه عباره عن لوب، وهنا في عندك جمله اف هيك. ها يعني فهمت ايش بيسوي الكود. لكن لاحظ انه انت لما حنحط لك كومنت هنا ايش قال لك؟ get the name of the file and open it. فبالتالي هدول الجملتين عرفت ايش بيسووا؟ بيجيب اسم الملف وبيفتح الملف. فبالتالي حتى انت لو ما كنتش فاهم الكود هنا بهاي الكومنت خلاص قدرت صرت عارف انه ايش بيسوي في هذا الكود. طب هذا الكود ايش بيسوي؟ ايش كاتب لك؟ count word frequency، حساب تكرار الكلمات. خلاص هذا الكود بيحسب تكرار الكلمات، ايش تفاصيله؟ بعدين حنعرف، بس انه انا من خلال الكومنت فهمت ايش معنى الكود، او ايش فهمت ايش اللي بيسوي هذا الكود. وهنا اخر او القبل الاخيره find the most common word، ايجاد اكثر الكلمات شيوعا، بمعنى اخر الكلمات الاكثر تكرارا. فبالتالي هنا هذا البلوك تبع الكود كله صرت عارف ايش بيسوي. اخر حاجه all done، بس انه هو بيطبع النتيجه زي هيك. فبالكومنت زي ما انت شايف هاي وهاي وهاي وهاي، الكود صار عندك ريدبل اكثر.
وانت اذا بدك تشتغل مبرمج وتشتغل ضمن فريق بدك تحافظ على الشغله هاي، تمام؟ شغله اساسيه، لانه انت مش بتشتغل لوحدك، مش حتى للفريق، لإلك انت نفسك. لانه انا يعني بقدر انه انا اجزم لك انه بعد فتره لا تتعدى الاسابيع انه انت حتنسى الكود كله، لكن بالكومنت ها تقدر انه انت تستحضر انه انت هذا الكود اللي انت كاتبه، انت نفسك اللي انت كاتبه، صرت عارف انه ايش بيسوي بالكومنت. تمام؟ ممكن تكتب كومنت عربي مالتي لاين، تكتب الكومنت عربي او عربي. ممكن تكتب عربي او اللي بدك اياه. طيب الملخص في هذا الباب، احنا اول حاجه تعاملنا مع المتغيرات الفارس اختصارا الفاريبلز، وايش كمان مع الاكسبريشنز، عرفنا انواع المتغيرات، تمام؟ شفنا ايش هي الكلمات المحجوزه، شفنا كيف ممكن نختار اسماء مناسبه للمتغيرات وايش الشروط تبعتها، شفنا العمليات، شفنا الاولويات تبعتها، شفنا العمليات انه في الانتجر ديفيجن انه الناتج دائما فلوت، شفنا كيف ممكن نحول بين الانواع بين انتجر وسترينج والعكس، عفوا بين انتجر وفلوت والعكس، وبين الانتجر والفلوت والسترينج، بين النص والارقام، تمام؟ وبعدين اخر حاجه شفنا كيف ممكن ناخذ انبوت من المستخدم، وعرفنا انه دائما الانبوت بدخل كسترينج، بدك تتعامل معها كرقم لازم تحوله، تمام؟ وشفنا اخر حاجه الكومنت. اخذنا تمرين طبعا هنا انه بدي اياك انه انت مثلا انه تدخل العملة اللي انت دخلتها بالدولار وتحولها ليورو او العكس صحيح، تمام؟ انت ممكن في البيت تتمرن على واجب، او ممكن ادي لك انزل لك اياه على الموديل، انه انت بدك تكتب برنامج يدخل ثلاث ارقام ويطلع المجموع تبعه، يدخل ثلاث ارقام ويطلع المجموع تبعه، تمام؟ فممكن تتمرن عليه للمرة الجاية ان شاء الله. في اي سؤال؟ اكتب برنامج لإدخال ثلاث أرقام وإيجاد المجموع.